نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. موسكو دعت إلى التفاوض مع جميع الأطراف في سوريا باستثناء من وصفتهم بالإرهابيين، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقائه رئيس الائتلاف أحمد الجربة أن بلاده تدعم أي جهود من شأنها السماح بإطلاق محادثات سورية سورية. وجها إلى وجه جلس كبير الدبلوماسيين الروس سيرجي لافروف أمام رئيس ما يسمى الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربة في موسكو بعد 10 أيام عجاف من المفاوضات في جنيف. اللقاء جاء تحت عنوان رئيسي هو محاولة التقدم إلى الأمام خطوة في المباحثات القادمة لإنقاذ المؤتمر الثاني للسلام في سوريا، ولذلك اعتبر لافروف اللقاء مع وفد الائتلاف مفيدا جدا لاستمرار أعمال جنيف مستقبلا. الأوراق الروسية كانت واضحة أثناء اللقاء، حيث دعا لافروف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى المؤثرة على أطراف الأزمة السورية للاستمرار بالعمل مع الجميع للوصول إلى حل ما عدا الإرهابيين. ندعو شركائنا الأوروبيين والأمريكيين ودول المنطقة لاختيار المقاربة ذاتها. نحن مقتنعون بأن عليهم العمل مع جميع أطراف النزاع في سوريا باستثناء المجموعات الإرهابية. أما الجربة فيبدو أنه جاء إلى موسكو محاولا إقناع روسيا بالضغط على حليفها السوري في دمشق للقبول بتشكيل هيئة حكم انتقالية، حيث كان موقف الكرملين واضحا جدا وملخصه أن الشعب السوري وحده القادر على تحديد مستقبل من يحكمه. إلا أن الجربة أكد أن المعارضة وضعت لائحة بأسماء مرشحين للانضمام إلى هذه الحكومة الانتقالية التي لم يتم بحثها إلى الآن، فيما يبدو خطوة استباقية، مشيرا إلى أن الائتلاف قرر المشاركة وبشكل حاسم من في الجولة الثانية من المفاوضات السورية في جنيف. نحن لم نسمع خلال المفاوضات من طرف النظام موافقة حقيقية على المبدئية تنفيذ بنود جنيف واحد. مع هذا سنعود ونتطلع إلى دور روسي كبير ومهم في المرحلة الحالية والقادمة وفي المرحلة الانتقالية. وبجمع تصريح الجربة بالمشاركة مع تصريح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي أكد مشاركة الوفد السوري، يتضح أن الطرفين مستعدان للدخول في جولة جديدة للمفاوضات، لكن غير الواضح كيف يمكن أن يصلوا إلى اتفاق إن كان لكل طرف مطالب تتعارض تماما مع الطرف الآخر. فالحكومة السورية ترى أن الشعب الوحيد المخول بانتخاب الرئيس القادم لسوريا، فيما ترى المعارضة أن الرئيس الحالي لا مكان له في مستقبل سوريا السياسي. ويبدو أن الأمل في حل نهائي يتضاءل كثيرا حينما يوضع بموازاة الأسباب آنفة الذكر غياب أطراف مؤثرة كإيران ومعارضة الداخل وبعض معارضة الخارج عن الحوار. أعلن مدير المخابرات الأمريكية جيمس كلابر أن الاتفاق الذي أبرم العام الماضي للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية جعل الرئيس بشار الأسد في وضع أقوى مما كان عليه، فيما قال مسؤولون أمريكيون أن السفير الأمريكي لدى سوريا روبرت فورد سيتقاعد من منصبه نهاية الشهر الجاري. بعد 3 أعوام على الأزمة السورية بدأت تظهر بوادر تغير القناعات الأمريكية في هذا البلد، ومن هذه البوادر ما أعلنه مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر أمام الكونغرس بأن الاتفاق الكيميائي الذي أبرم العام الماضي لتفكيك الأسلحة الكيميائية السورية جعل الرئيس بشار الأسد في وضع أقوى، وأن لا فرصة تذكر لأن تتمكن المعارضة قريبا من دفع الأسد إلى ترك السلطة. كلابر أوضح أن الاحتمالات في الوقت الحالي تشير إلى أن الأسد في وضع أقوى فعليا مما كان عليه عندما ناقشت واشنطن الموضوع العام الماضي، وذلك يعود لموافقته على التخلص من الأسلحة الكيميائية. ومن هنا رجح كلابر أن يبقى الرئيس الأسد على رأس السلطة في غياب اتفاق دبلوماسي حول تشكيل حكومة انتقالية جديدة، وتوقع استمرار الوضع الحالي لفترة أطول وفي حالة من الجمود المستمر بحيث لا تستطيع الحكومة أو المعارضة تحقيق انتصار حاسم. عجل في انعقاد مؤتمر جنيف وأثبت أن سوريا تملك حسن النية بهذا الاتجاه وتتعاون مع أي جهد دولي يتعلق بحل الأزمة. لذلك من منظور استراتيجي يبدو كلام المسؤول الأمريكي دقيقا وصحيحا.
مؤشر آخر على تراجع السياسة الأمريكية أمام سوريا هو ما أكده مسؤولون أمريكيون عن تقاعد السفير الأمريكي في دمشق روبرت فورد أواخر الشهر الجاري، وهو ما يعتبر إزاحة أمريكية لإحدى العقبات مع دمشق التي أعلنت أن فورد بات شخصا غير مرغوب فيه، حتى إن مصر رفضت تعيينه سفيرا لديها مؤخرا، وهو ما يدل بشكل أو بآخر على فشل فورد في الإمساك بملف جماعات المعارضة سياسيا وعسكريا بعدما بنى علاقات مع الجماعات المسلحة ومارس ضغوطا على الدول في المنطقة لدعم المسلحين وتمرير السلاح لهم. كما مثل بلاده في مؤتمر جنيف 2 وتولى إيصال التعليمات الأمريكية إلى وفد الائتلاف ولا يزال. فورد يمثل رأس الحربة، وهو كان أحد العناصر التي قامت بتلميع المعارضة ودفع باتجاه العسكرة والتسليح، لذلك هذا باعتقادي مؤشر إيجابي على أن الاتجاه الإصلاح الحواري ربما يتعزز في الإدارة الأمريكية. مؤشرات تعكس توصل واشنطن إلى قناعة بعدم جدوى العسكرة ليس في تغيير النظام السوري فحسب، بل حتى في قلب الوضع لمصلحة الجماعات المسلحة وتحقيق ما يصفه الأمريكيون بالتوازن. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال إن جماعات المعارضة المدعومة من الغرب في سوريا تجند الأطفال اللاجئين في الدول المجاورة. وأوضح كيمون في تقرير له أن المعارضة تجند الأطفال وتستخدمهم في أدوار المساعدة والقتال، مشيرا إلى أن أغلب حالات التجنيد تقوم بها جماعات تابعة لما يسمى الجيش الحر أو جماعات كردية سورية. وأكد كيمون أن هناك تقارير متواصلة عن قيام المعارضة بارتكاب عدد متزايد من الانتهاكات ضد الأطفال، وقال إن المعاناة التي تكبدها الأطفال في سوريا منذ بدء الصراع كان كما يوثقها هذا التقرير لا توصف ولا يمكن قبولها. ميداريا، قتلت امرأة وطفلة وأصيب آخرون بسقوط قذائف أطلقتها الجماعات المسلحة على أحياء الأشرفية والسليمانية في حلب شمالية سوريا. كما استهدفت هذه الجماعات قبة مقام السيدة سكينة عليها السلام في داريا بريف دمشق بعد تطهيرها من المسلحين. في المقابل قتل الجيش السوري عشرات المسلحين إثر استهداف مواقعهم في اللاذقية ودمر سيارة محملة بالذخيرة. كما قتل وأصاب عددا من المسلحين في محيط الجامع العمري والجمرك القديم وبلدتي نوى والنعيمة في إدلب. وفي ريف دمشق واصلت مئات العائلات من أهالي معظمية الشام العودة إلى منازلهم بعد توفر أجواء من الهدوء نتيجة المصالحات الوطنية. مرة أخرى تعود المعظمية في ريف دمشق إلى واجهة الأحداث، فبعد أكثر من 6 أشهر على العملية العسكرية التي ينفذها الجيش السوري واتفاق التسوية والمصالحة الذي بدأ برفع العلم السوري فوق أعلى نقطة في البلدة، بدأت عودة الأهالي تنفيذا للخطوة الأولى في ذلك الاتفاق. هو حراك اجتماعي أهلي من جميع أبناء المدينة، هي كما ذكرنا هو حراك اجتماعي أهلي من جميع أبناء المدينة لعودة المدينة لحضن الوطن. بدخول المدنيين بشكل طوعي إلى المدينة. بالأيام القليلة القادمة إن شاء الله تعالى سنرى دخول منظم لأبناء المدينة لما يزيد عن حوالي 40,000 نسمة سيدخلون المدينة مرة أخرى بعد دخول الحكومة السورية وتأهيل البنى التحتية والبدء بمشروع بداية إعادة الإعمار إن شاء الله. الأهالي العائدون حملوا معهم ما خف حمله من المتاع، بدا الفرح واضحا عليهم بعد غياب عن منازلهم لأكثر من 6 أشهر. تحدهم ذكريات وأيام جميلة قضوها في تلك المنازل التي دخلتها المجموعات المسلحة وعادت فيها خرابا ودمار. خلونا ننهار وطالعونا من بيوتنا وخليها لله، يعني ضايعين ما عاد عرفنا أخونا وين، أهالينا وين، مشردين، يعني كثير كثير شغلات أشياء سوا فينا، يعني أكل جوع، كنا عايشين ومبسوطين ومرتاحين وكل شيء قدامنا، والله كنا ما نوقف على الفرن ربع ساعة ناخد خبزاتنا ونمشي، يعني شعور لا يوصف، ماني مصدق حالي إني راجع على بلدي ولا لبيتي. الكثير من اتفاقيات المصالحة والتسوية عقدت في دمشق وريفها ولا تزال سارية المفعول حتى الآن، وأبرزها اتفاق قدسية وبرزة ومضايا، فيما تتحدث الأنباء عن اتفاقات أخرى يجري العمل عليها في مناطق محيطة بدمشق وريفها بالذات منطقة القابون والزبداني.
عودة الأهالي إلى بلدة المعظمية تأتي استكمالا لجهود المصالحة الوطنية التي بدأتها الدولة السورية في عدد من مناطق ريف دمشق. من بلدة المعظمية، حسام زيدان، ريف دمشق. ويبقى معنا حسام زيدان مراسلنا في دمشق. حسام، هل تطلعنا على آخر تطورات الأوضاع اليوم؟ نعم عبير، بالتزامن مع عودة الأهالي إلى بلدة المعظمية يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية على عدة محاور في مختلف مناطق ريف دمشق، كان أهمها الاستهدافات التي تمت لمجموعات مسلحة في منطقة مزارع العب في دوما، بالإضافة إلى محيط منطقة زملكة في الغوطة الشرقية، بالإضافة إلى استهدافه لتجمع مسلحين لما يسمى بالجبهة الإسلامية في محيط منطقة عدرا العمالية التي دخلت المجموعات مسلحة منذ فترة وارتكبت فيها مجازر بحق المدنيين. إلى ذلك استمرت العمليات العسكرية في الريف الشمالي لمدينة دمشق بالذات في منطقة يبرود ومزارع ريما، بالإضافة إلى استهدافه لتجمع مسلحين في البلدات وتجمع المساكن في بالقرب من بلدة جيرود، وامتدت العمليات العسكرية إلى محيط بلدتي معلولة وجبعدين اللتان تبعدان عن مدينة يبرود بحدود 5 كيلومتر، وتعتبر من أهم المناطق التي يتم من خلالها إيصال الإمداد من المسلحين في يبرود باتجاه منطقة معلولة، تلك البلدة الأثرية التي دخلتها المجموعات المسلحة وخربت دور العبادة فيها. أيضا امتدت العمليات العسكرية إلى مناطق متاخمة لبلدة الزبداني في ريف دمشق الشمالي. أما في مدينة حمص فقد استطاع الجيش السوري التصدي لمحاولة تسلل مجموعات مسلحة باتجاه حي باب أسباع الآمن الذي طهره الجيش السوري منذ فترة، حيث تسللت مجموعة مسلحة بقوام 40 تقريبا 40 مسلح إلى ذلك الحي وحصرهم الجيش السوري ونفذ عملية عسكرية بحقهم وطهر الحي من تواجدهم، بالإضافة إلى امتداد العمليات العسكرية في منطقة الدار الكبيرة والغاصبية، بالإضافة إلى قرية الخالدية في ريف حمص، بالتزامن مع استمرار عملياته العسكرية في منطقة الزارة والحصن، تلك المناطق الاستراتيجية التي يشن فيها الجيش السوري عمليات عسكرية واسعة لإعادة تطهيرها وتنظيفها من المجموعات المسلحة التي تحاول تهديد الأوتوستراد الدولي الواصل بين دمشق وحمص، بالإضافة إلى سكان منطقة وادي الذهب ووادي النصارى في محيطها، كما كانت المجموعات المسلحة استهدفت لعدة مرات أنابيب إمدادات الغاز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في تلك المنطقة. العملية مستمرة في تلك المنطقة والجيش السوري يقوم باستهداف تحصيناتهم في محيط تلك البلدات، حيث استفادت المجموعات المسلحة من وعورة التضاريس وقامت ببناء بعض التحصينات كخطوط دفاع أولية وأمامية أمام تقدم الجيش السوري، إلا أن الجيش السوري يستطيع أن يتعامل مع تلك التحصينات بشكل مستمر. أشكرك حسام زيدان مراسلنا من دمشق. وفي طهران التقى مسؤولون إيرانيون وسوريون وسويسريون لمناقشة سبل تسهيل إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا في أسرع وقت ممكن. وقال مندوب المجلس الفيدرالي السويسري للمساعدة الإنسانية مانويل بيسلر إن الاجتماع تطرق إلى مسائل عملانية لتحسين ظروف العمل الإنساني، وأكد أنه تم التطرق إلى مسألة تأشيرات دخول العاملين في المجال الإنساني. وترأس مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الوفد الإيراني، فيما ترأس حسام علاء رئاسة الوفد السوري. ويعد هذا الاجتماع الثالث من نوعه منذ نيسان أبريل الماضي، ومن المقرر عقد لقاء ثلاثي آخر الشهر المقبل. في التطورات الميدانية، يستكمل أهالي المعظمية العودة إلى بيوتهم ضمن إطار اتفاق التسوية الذي أبرم بين المسلحين والجيش السوري، وسيخضع الاتفاق لسلسلة إجراءات في إدخال المساعدات الإنسانية وتسوية أوضاع المسلحين وغيرها من تدابير بناء الثقة بين الطرفين. إلى المعظمية عائدون نساء وأطفال البلدة في بيوتهم من جديد. من القاهرة إلى لبنان ومنها إلى المعظمية، أم محمد وأولادها عادت من رحلة النزوح إلى حضن الوطن. مشتاقة كتير إني أشوف بلدي وناسي وقرايبيني وأهلي، ومتشوقة كتير إني أروح رغم كل شيء يعني، بس حابة إني فوت على بلدي. تستكمل سمر تسجيل بياناتها لتعود إلى بيتها الذي غادرته منذ عام في المعظمية.
هلا راجعه انا واختي وبناتها الصغار، راجعين نطمن على البيت، راجعين هيك، وبعدها باذن الله بدنا نفوت ماما واخواتي. راجع اشوف اولاد عمي وبيتي واهلي وناسي، بدنا نرجع لوطننا، بدنا نروح على مدرستنا. المعظميه شهدت لعام ونصف العام معارك طاحنه بين الجيش السوري والمسلحين. الاتفاق اخرج السلاح الثقيل من ايدي المقاتلين وابقى على مسلحي المنطقه المحليين في احيائهم. احمد الشاب العشريني واحد منهم يفضل العودة إلى حياته الطبيعية على الاستمرار في القتال. صرنا 3 سنين عم نقاتل، تعبنا، لازم نرجع للحياة الطبيعية، نرجع نفوت، نرجع نطلع. الاتفاق لم يكن ممكنا لو لم يستعد الأهالي وأبنائهم من المسلحين القرار محليا، فأخرجوا مقاتلي النصرة والجهاديين من المعظمية، ليتبع ذلك عودة المهجرين تدريجيا بعد التأكد من انعدام احتمال تجدد بيئة حاضنة تعيد القتال، فيما تجري مفاوضات لتبادل المخطوفين والمعتقلين مع الجيش. كل المدنيين بالبلد هن اللي ضغطوا على المجلس المحلي وعلى المجلس العسكري لحتى يعملوا التسوية والمصالحة تتم وترجع الأهالي ويرجع يعم السلم والسلام. بس في موضوع المعتقلين، هذا الموضوع العالق اللي كلياتنا لازم نعالجه. المعظمية سبقتها إلى اختبار التسويات برزة وبيت سحم ويلدا، وسيجري تطبيقها قريبا في القابون ومدن أخرى في الغوطتين وريف دمشق. الطوق الذي كان يحكم به المسلحون الحصار على العاصمة وطريق المطار في سبيله إلى التلاشي تدريجيا بالعودة إلى تفاهمات محلية تقليدية ودون ما حاجة لأي وساطات دولية. رزمة الإجراءات التي تضمن هذه التسويات جرى تعميمها على كامل القوس المحيط بمدينة دمشق، والتي كانت لا تزال تشهد قتالا منذ بداية الأحداث في سوريا. وهذه الإجراءات وإن كانت تأخذ لترسيخها وقتا طويلا، إلا أن تعميمها سيساعد على ذلك. من منطقة المعظمية غرب العاصمة دمشق، ديما نصيف، الميادين. وفي مقابل عودة الأسر إلى المعظمية، تشهد مناطق حلب الشرقية حركة نزوح كثيفة بسبب المعارك التي تدور هناك بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة. سارة الحاف والتفاصيل. هذا الأثاث ليس للبيع، وهذه ليست أسواقا شعبية، هي محاولة للبقاء على قيد الحياة. بعربات مليئة بما تيسر من فرش ووسادات وبنفوس محملة ببعض الأمل، يهرب الحلبيون من شبح الموت المخيم على المدينة. ما بعرف وين نروح، ما عم نعرف، ما عم نعرف وين رايحين. نزوح كبير تشهده مناطق حلب الشرقية من جراء المعارك التي تدور بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة لساعات طويلة وبطوابير تبدو وكأنها لا تنتهي. يحملون أمتعتهم وينتظرون ساعات تمر قبل تمكنهم من العبور مسافة قصيرة من المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة إلى الجهة الغربية حيث يسيطر الجيش. معبر الموت، معبر الكراجات، أو معبر بستان القصر، أسماء عديدة تطلق على المنفذ الوحيد الذي يربط طرفي المدينة المقسمة بسبب الحرب. 2500 ليرة سورية، أي ما يعادل 16 دولارا، هي قيمة فرصة الحياة، مبلغ يضطر النازح لدفعه إلى المحكمة الشرعية تابعة للمعارضة المسلحة وكأنه رسم حدودي. بحال من الذعر والخوف ينزح نحو 80% من المدنيين، علهم يجدون في وجهتهم الجديدة بعضا من الأمان الذين حرموا منه منذ نحو 3 سنوات. ومن دمشق ينضم إلينا رئيسة قسم المتابعة في اللجنة العليا للإغاثة خديجة عرسان. أهلا بك سيدة خديجة. مشهد سوري في صورتين متناقضتين، الأول عودة للأهالي وفرحة بهذه العودة، والثاني قصف وتهجير ونزوح. في هذه الحالة في حلب تحديدا، شرق حلب، أنتم ماذا تفعلون كلجنة للإغاثة؟ ما هو دوركم؟ مساء الخير لك سيدتي ولمشاهدي قناة الميادين. طبعا تعمل اللجنة العليا للإغاثة حاليا على تقديم المساعدات للمتضررين في حلب، الأخوة النازحين من حلب. طبعا هناك مناطق في ريف حلب الجنوبي ما زالت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة، ولا قدرة لنا حتى الآن على الوصول إليها، ولا سيما نبل والزهراء وعفرين وعين العرب وغيرها من المناطق. في خضم ذلك هناك مناطق أخرى تشهد عودة للنازحين بعد أن طهرت قوات الجيش العربي السوري وأصبحت مناطق آمنة. في ضوء ذلك يعمل
الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية هناك على تأمين متطلبات العائدين الغذائية والصحية، ويتواكب ذلك أيضا مع استمرار حملة التلقيح الوطنية ضد مرض شلل الأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة، كونه لفترة طويلة في ضوء محاصرة هذه المدن لم يكن هناك قدرة على الوصول باللقاحات إليها. طيب سيدة خديجة، هل لديكم أرقام عن النازحين في الداخل السوري؟ طبعا هناك سعي دائم ومستمر لأن نقوم بحصر الرقم الوطني لأعداد النازحين في سوريا في مختلف المحافظات. الرقم الآن هناك تزايد ونقصان حسب المنطقة، هناك مناطق مثلا الآن في دمشق كما تعلمون جميعا هناك عودة لعدد من الأسر المهجرة إلى منطقة برزة، إذا هناك تناقص لعدد المهجرين فيها. هناك مناطق أخرى مثل عدرا العمالية شهدت كما تعلمون أيضا منذ فترة حركة نزوح ضخمة بعد أن حاصرتها المجموعات المسلحة. أيضا كان هناك نزوح لأعداد من المهجرين الذين أصلا كانوا قد لجوا إلى عدرا باعتبارها منطقة آمنة. إذا هناك تناقص وازدياد والرقم، لكن هناك سعي وعمل دائم الآن حتى نقوم بحصر الرقم. هو تقريبا قارب 6 مليون نازح في سوريا. طيب من يقدم أو حجم المساعدات التي تقومون بتقديمها إلى النازحين؟ بالتأكيد الدور الحكومي هو الدور الأساسي. هناك رصد حاليا من قبل لجنة إعادة الإعمار لمبلغ يصل إلى 250 مليون لكي يتم تقديم المساعدات الحكومية للنازحين في سوريا، طبعا في المناطق التي هناك قدرة وقابلية كبيرة على الوصول إليها. حتى الآن هناك تعاون مع عدد من المنظمات الدولية في ضوء خطة الاستجابة لعام 2014، تم رصد أيضا ما يقارب ملياري دولار لتأمين الاحتياجات أيضا في ضوء قيادة وعمل اللجنة الإغاثة والدور الحكومي السوري. نعم سيدة خديجة، هل هذا الدور للجنة العليا للإغاثة يقتصر فقط على من تشرد، أم أنه حتى الذين الأهالي الذين يعودون، يعني هناك بيوت دمرت، هناك كل ما كانوا يملكون، لعلهم فقط يملكون فقط الملابس، يعني لذلك هل تقدمون المساعدات أيضا إلى هؤلاء الذين عادوا من جديد على سبيل المثال المعظمية؟ بالأمس كان هناك عودة للعشرات من العائلات. تماما بالتأكيد هنا يتدخل دور اللجنة العليا للإغاثة مع جهات أخرى مختصة مثل لجنة عودة المهجرين ولجنة إعادة الإعمار بشكل أساسي، التي تسعى إلى العمل على إعادة تعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكات الأشخاص عندما نزحوا من ممتلكاتهم وعادوا إليها حاليا بعد الأزمة في مناطق معينة مثل المعظمية وغيرها من المناطق مثل برزة مثلا. هناك سعي لإعادة الإعمار بالنسبة لممتلكات القطاع العام والمنشآت التي لحقتها الأعمال التخريبية، سيكون هناك تعويض بنسبة معينة مبالغ نقدية عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، بالإضافة إلى مواكبتها بتأمين الاحتياجات الأساسية كي تستطيع هذه العائلات أن تؤمن احتياجاتها في المناطق التي عادت إليها، كون طبعا المرافق الخدمية ليست على أكمل وجه في هذه المناطق، فسيستمر الدعم بالمساعدات الأساسية الغذائية والصحية وغيرها. نعم شكرا جزيلا لك رئيسة قسم المتابعة في اللجنة العليا للإغاثة خديجة عرسان، كنت معنا من دمشق. الأطفال في سوريا يجندون على يد مسلحي المعارضة ويعذبون في سجون الحكومة، هذا ما كشفه تقرير للأمم المتحدة، تقرير هو الأول حول أوضاع الأطفال في سوريا منذ اندلاع الأزمة. مزيد من التفاصيل مع زينب طفيلي. برغم التحذيرات الدولية من مخاطر الصراع في سوريا على الأطفال، لا يزال تجنيدهم من جماعات مسلحة أو تعذيبهم من قبل جماعات متطرفة أخرى يتزايد. عشرات منهم يتعرضون لانتهاكات مستمرة. في أول تقرير للأمم المتحدة حول حالة الأطفال السوريين، اعتبر أن المعاناة التي يتعرضون لها لا توصف وغير مقبولة، كما تطرق إلى التعنيف غير المباشر الذي يعاني منه الأطفال من جراء قتل أو جرح أفراد أسرهم أو تعرضهم للانفصال عنها وتشريدهم. التقرير يصف المراحل الأولى للأزمة السورية قبل أعوام، أي الفترة الممتدة بين أذار مارس 2011 والخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر 2013.
التقرير أشار إلى أن طرفي النزاع مسؤولان عن حالات اعتقال واحتجاز تعسفي وسوء معاملة وتعذيب للأطفال، ويحمل التقرير المعارضة المسلحة مسؤولية تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال، فضلا عن القيام بعمليات عسكرية وأخرى إرهابية بين المدنيين. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال في تقرير له إن جماعات المعارضة المدعومة من الغرب في سوريا تجند الأطفال للقتال، فيما تحتجز القوات الحكومية الأطفال الذين لهم صلات بالمعارضة وتعذبهم. وبحسب بان كي مون فإن جماعات المعارضة ارتكبت عددا متزايدا من الانتهاكات بحق الأطفال بعد تمكنها من تنظيم صفوفها. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال استقباله للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبدالله شلح أكد استمرار دعم طهران للمقاومة في فلسطين. شلح التقى أيضا رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني. الطرفان بحثا آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والعربية وأهمية دور المقاومة الفلسطينية في التصدي للمشاريع الإسرائيلية الهادفة إلى تشتيت الانتباه عن القضية المركزية للأمة. وصف نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان علاقات إيران بتركيا بالمميزة، وأن الحوار قائم للوصول إلى برنامج تنفيذي وعملي مشترك للحل في سوريا. عبد اللهيان وفي لقاء خاص مع الميادين اعتبر أن المعارضة التي شاركت في جنيف لا تمثل أكثر من 3% من الشعب السوري، وأن فشل واشنطن العسكري في سوريا دفعها لمحاولة التعويض بإنجاز سياسي. بحث رئيس مجلس الوزراء دكتور وائل الحلقي مع ممثل اتحاد غرف الزراعة السورية واقع هذا القطاع الحيوي في ظل ما تتعرض له سوريا لضمان الأمن الغذائي للسوريين وضرورة الاهتمام بمراكز البحوث العلمية الزراعية. القطاع الزراعي رافد حقيقي للاقتصاد الوطني وشريان أساسي للتنمية الشاملة والمستدامة، هذا ما تناوله لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي مع ممثلي اتحاد غرف الزراعة السورية. ولفت الحلقي إلى ضرورة التعاون والتكامل بين الحكومة والاتحادات النقابية والمنظمات الشعبية والقطاع الخاص والمشترك للارتقاء بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وإزالة التراكمات والعقبات ووضع آليات جديدة لتحسين واقع العمل وزيادة الإنتاج كما ونوعا ووضع خطط لها أثر إيجابي على الفلاح والمنتج والصناعي وتلبي حاجة السوق المحلية من المنتجات الزراعية والحيوانية وفتح أسواق تصديرية للفائض من المنتجات كافة. وشدد الحلقي على ضرورة دعم مراكز البحوث العلمية الزراعية واعتماد أصناف جديدة والاهتمام بالزراعة العضوية، منوها بجهود العاملين في القطاع الزراعي الذين تشبثوا بأرضهم وأصروا على الإنتاج والعطاء ووقفوا بوجه الحرب الاقتصادية الجائرة التي يتعرض لها الوطن. كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الدور التكاملي والتشاركي بين اتحاد غرف الزراعة ووزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية في رسم السياسات الزراعية والتصديرية وإقامة منشآت زراعية وصناعية والتوسع في تربية الدواجن والأسماك ووحدات الخزن والتبريد والصناعات الغذائية ومساعدة وزارة الزراعة في تنفيذ الخطط الزراعية على مستوى المحافظات كافة وتوطين زراعات جديدة توائم طبيعة كل محافظة. بدوره أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو أهمية التشاركية مع الحكومة لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الواقع الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والانطلاق للتصدير بكميات وفيرة وجودة عالية. وقعت وزارة الخارجية والمغتربين مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتفاقيتين تتعلق الأولى بتحديد المركز القانوني للبعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سوريا، والثانية مذكرة تفاهم متعلقة بتوفير الخدمات الطبية وخدمات الإخلاء الطبي في حالات الطوارئ للبعثة المشتركة. ووقع عن الجانب السوري الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة
وعبد الله فاضل كبير موظفي البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وجوليان تانجر ممثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وجرى التوقيع بحضور الدكتور فيصل مقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين، الذي أكد أن الدولة السورية مشهود لها بالتزامها بالشرعية الدولية وبأي اتفاق توقع عليه، وأن تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد توقيع الاتفاق معها مثالي وجاد وينفذ بمنتهى الشفافية. نكلل عملا مسؤولا قمنا به هذه الأطراف الثلاثة طيلة الأشهر الأخيرة منذ انضمام الجمهورية العربية السورية الطوعي وبقرارها المستقل إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. أود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أؤكد أن الجمهورية العربية السورية ماضية في تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاقية، وأؤكد أن التعاون القائم بيننا وبين منظمة الأسلحة الكيميائية تعاون مثالي نموذجي يحتذى، ونحن نسير سويا بالتعاون طبعا مع الأمم المتحدة باتجاه تنفيذ كل هذه الالتزامات. أرجو أن يكون واضحا للمجتمع الدولي أن الصعوبات التي تواجهها سوريا وخاصة في إطار مواجهتها للإرهاب قد تحول بين وقت وآخر دون تنفيذ بعض الالتزامات، وأعتقد أن هذه مهمة مشتركة لنا لأننا جميعا معنيون بمكافحة الإرهاب. وعلى الدول التي تقوم بدعم الجماعات الإرهابية أن تعي أنها تلعب لعبة الشيطان، وأن تعي أنها تقوم بجرائم ضد الإنسانية، وأنه لا يمكن التساهل على الإطلاق عندما يتعلق هذا الأمر بنقل الأسلحة الكيميائية من سوريا إلى خارج سوريا، حيث نلتزم بشكل تام بإنجاح هذه العملية وفق الأسس المتفق عليها مع الأمم المتحدة. وأؤكد باسم حكومة الجمهورية العربية السورية بأننا ماضون وبكل عزيمة وبكل قوة ومصداقية من أجل التنفيذ التام لاتفاقاتنا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومع الأمم المتحدة. وشكرا. أليكسي بوشكوف رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس دوما الروسي أعلن أن الكثيرين يرون عملية جنيف فاشلة، ولكن عقد مؤتمر جنيف 2 يعتبر نجاحا بحد ذاته. وفي تصريحات لصحفيين في موسكو قال بوشكوف إن علاقات روسيا بقوى المعارضة السورية هي مستمرة، حيث يلتقي المسؤولون الروس بجميع ممثليها داخل سوريا وخارجها باستثناء التنظيمات المتطرفة. وأعرب البرلماني الروسي عن اعتقاده أن الجولة الثانية من محادثات جنيف ممكنة وهي ستجري، ولكن خروجها بنتائج مرجوة سيكون صعبا في ظروف تتلقى فيها المعارضة المسلحة دعما كبيرا من الخارج وبصورة خاصة من قبل مجموعة معينة من الدول. روسيا تنظر بصورة إيجابية إلى توسيع طيف المعارضة المشاركة في محادثات جنيف، لأنه كلما كانت قوى المعارضة الممثلة في المؤتمر أكثر اتساعا كلما كانت الفرص أكبر للتوصل إلى المصالحة الوطنية، ونستثني هنا المعارضة المتشددة التي استبعد أن تدعى للمشاركة في مؤتمر جنيف. تتحدث تسريبات أمريكية عن تقاعد مبكر للسفير الأمريكي روبرت فورد نهاية شباط الجاري على خلفية فشله في سوريا، بينما يستمر عملاؤه في بناء قلاعهم على رمال الأوهام التي ستبتلع الائتلاف ما إن تنتهي من سيده الأمريكي. اعترض معاذ الخطيب على تصنيف أمريكا جبهة النصرة كمنظمة إرهابية، وهي التي أعلنت بيعتها للقاعدة. هذه بيعة من أبناء جبهة النصرة ومسؤولهم العام، نجددها لشيخ الجهاد الشيخ أيمن الظواهري. إن القرار باعتبار إحدى الجهات التي تقاتل النظام جهة إرهابية تلزم إعادة النظر فيه. وها هو الجربة يوسع دائرة الاعتراض فيتبنى جرائم الجبهة الإسلامية ويرفض نعتها بالإرهاب. نشأت الجبهة الإسلامية وغيرها من الجبهات ونحن لا نعتبر جبهة الإسلامية إسلامسكي فرونت إرهابية، تيرورستيشسكا أورغانيزاسيا، نعتبرهم
ثوار. هكذا تتدحرج الكذبة فتكبر قبل أن تنهار على عتبات الحقيقة. الحقيقة التي أعلنها الداعية السعودي عبد الله المحيسني بمبادرته التي عرفت بمشروع مبادرة الأمة، والتي وصفت الظواهر بحكيم الأمة القادر على إيقاف القتال بين داعش والجبهة الإسلامية والنصرة، وهي التنظيمات التي تدين له بالولاء. ولكن لمن ولاء الظواهر؟ ونحن في القاعدة قد بايعنا أمير المؤمنين الملا محمد عمر الأفغاني، ونفخر بذلك وندعو الناس إليه والمسلمين. يبدو كلام هؤلاء عن الحرية والتعددية كذبة دموية تريد أن تغطي شمس الحقائق بغربال الأكاذيب، في تكرار للسيناريو الأفغاني. هذه أفغانستان قبل أن يمن عليها الوهابيون بالحرية. لم يكد أسلاف الجربة يسيطرون على أفغانستان حتى بايعوا أميرا للمؤمنين، وسريعا ما اشتعلت الحرب فيما بينهم. قضى المجتمع الأفغاني زهاء 13 عاما تجرع فيها ويلات الحرب والفقر والجهل الذي عاد به قرونا كثيرة إلى الوراء، وانقسم المؤمنون الأفغان بين متعاط للمخدرات ومتجر بها أو هارب من كليهما، ملتحقا بإحدى ميليشيات الموت الطالبانية. تتواصل عمليات إدخال المساعدات الغذائية والصحية لأهالي مخيم اليرموك وإجلاء الحالات الإنسانية الحرجة منه. ما بدي غير الخبز، بس ما بدي غير الخبز، هاي خبز هاي ما بدي غيرها، بس هاي اللي بدي اياها، ما بدي اكل شيء غيرها. ما بدي شيء. لم يشأ هذا العجوز أن تكون أمنيته الوحيدة اليوم لقمة الخبز، بعد حياة هنية قضاها بين أهله وأحبائه، فأصبح لتجاعيد وجهه ورشفة يده ذكرى مع إرهاب قتل الصغار والكبار وتفنن بأساليب الإجرام. موتونا جوا، والله موتونا، حرمونا الأكل والشرب، لا ليلنا ليلة لا نارنا نار، مش ناقشي ناكله غير المي والبهارات، مو حرام. الله لا يوفقهم، الله يزلنا إلى الإرهابيين. كنا نروح أنا وإخواني نجيب حشيش ونرجع، ما بعرف هدول الإرهابيين يقنصونا ما يخلونا نحوش. تستمر المساعدات بالوصول للتخفيف من معاناة الأسر المحاصرة داخل مخيم اليرموك. حتى الآن بلغ توزيع الحصص الغذائية حوالي 210 حصة، إضافة إلى إخراج حوالي 55 حالة مريض وحالة أطفال. إدخال المساعدات ليس بالضرورة أن يفرج حال أسرة محاصرة، فعصابات القتل والإجرام جاهزة في أي لحظة لتثبت بأنها أبعد ما يكون عن الإنسانية وتسرق قوت المحاصرين. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، على بعد عشرات الأمتار من هنا توجد العصابات الإرهابية المسلحة لكي تسرق المساعدات التي وصلت للأسر المحاصرة داخل المخيم المختطف. إجرام الغرباء عن هذه الأرض مهما كبر يبقى أصغر من تمسك وصمود أصحابها بها. حقيقة بدنا نعيش، خلاص بكفي، يعني يطلعوا، يعني شو بدهم، يعني شو الهدف؟ ما في هدف. لأخبار التلفزيون العربي السوري، محمد جربوع، مخيم اليرموك. محافظ القنيطرة الدكتور معن صلاح الدين علي اطلع على واقع توزيع المواد الإغاثية والسلل الغذائية على المهجرين في تجمع الزاهرة للنازحين بدمشق، وأكد المحافظ أن عملية تقديم المعونات ستستمر بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية الجولان للمبرات الخيرية، حيث توزع محافظة القنيطرة 800 سلة كل شهر. هذه الزيارة هي ضمن خطة لزيارة كل المدارس في الخاصة بالقنيطرة، إن كان في دمشق أو الريف أو الأرض المحافظة. وهذه الزيارة أرى فيها أن سوريا تعود يوما بعد يوم إلى حياتها الطبيعية وإلى الأمن والأمان والاستقرار، وذلك بفضل
صمود هذا الشعب وهذا الجيش العظيم وبفضل تضحيات شعبنا وبفضل دماء الشهداء. قوات مشان دافع عن الوطن تراب سوريا، مشان دافع عن عرضي كرامتي. شفتوا بالعناية وضعه سيء جدا في حال غيبوبة، وأهلا وسهلا بالقدر. طبعا وصاني قال لي شو بدي وصيكي، أنه إذا بجيكي شهيد حطي لي أغاني وطنية واستقبل بيه. أكد وزير داخلية اللواء محمد الشعار ضرورة تفعيل عمل أقسام الشرطة ومكافحة الجريمة والبحث عن المطلوبين لتقديمهم إلى القضاء ومتابعة عمل فروع الهجرة والجوازات لتسهيل وتسريع الخدمات للمواطنين. وشدد الوزير الشعار خلال لقائه قادة شرطة المحافظات على معالجة كل القضايا التي تعترض عمل الشرطة وتقديم الدعم للوحدات القتالية في قوى الأمن الداخلي. ودعا وزير الداخلية قادة الشرطة إلى التواصل المستمر مع وحداتهم وتقديم احتياجاتهم ليكونوا على أهبة الاستعداد للتصدي للإرهابيين العابثين بأمن سوريا، منوها ببطولات الجيش العربي السوري والقوى الأمنية وقوى الأمن الداخلي وجهودها الكبيرة وتضحياتها الجسيمة في سبيل إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن. ودعما لأبطال جيشنا العربي السوري في مواجهة الإرهاب والذود عن الوطن، خرج أهالي حلب بمسيرة شعبية حاشدة بساحة سعد الله الجابري، وحيا المشاركون فيها وفد الجمهورية العربية السورية العائد من جنيف والذي مثل الشعب السوري وكشف التضليل الإعلامي. اليوم طلعنا لنأيد المسيرة للسيد الرئيس والجيش العربي السوري ولوفد الجمهورية العربية السورية. بدي أوجه الكلمة أن الوفد الجمهورية العربية السورية راح يمسونا، نحن الشعب ونحن الطلاب طلعنا مشان الوفد. جامعة حلب كلياتها جاية لهون لنفرجيه للعالم أنه نحن كتير مبسوطين، والله يحمينا سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد ويحمي الجيش العربي السوري. لو الكلمة انه حلب انتصرت، حلب انتصرت، وده اكبر دليل انه نحن اليوم طالعين مسيرة في نص ساعة سعد الله، في نص ساعة سعد الله نتحدى الارهاب. انا بس بحب اقول كلمة لمستر كيري، take your hands off on Syria. بس يعني انه نحن سوريين وعنا الحرية باختيار قائدنا واختيار الانسان اللي راح يمثلنا. بس نحن اخترنا السيد رئيس بشار الاسد ورجعنا على المكان وقت لقيتنا الرئيس بشار الاسد بكل 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 اللحظات، هو ساحة سعد الله الجابري، ولكن ساحة سعد الله فكر انه بده يخربوها ونحن رجعنا ساحة سعد الله الجابري، وما بحق له انه يخربوا ساحتنا. بس والله سوريا بشار بس الله سوريا. إلى لبنان، حيث ضبطت القوى الأمنية كمية كبيرة من الأسلحة الحربية منها صواريخ غراد وقذائف أر بي جي وأسلحة رشاشة وقناصات وعبوات في غرفة مؤجرة لأحد السوريين في منطقة عكار شمال لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام أن دورية من أمن الدولة ومخابرات الجيش داهمت غرفة في خراج بلدة عيدمون مؤجرة من قبل أحد السوريين والتي تحولت إلى مستودع أسلحة. رئيس الوزراء العراقي نور المالكي كشف عن مبادرة ستطرحها حكومة الأنبار المحلية بالتعاون مع العشائر لحل أزمة المحافظة، لافتا إلى أن الحكومة ستستجيب للمطالب المشروعة التي لا تنطلق من خلفيات سياسية أو حزبية أو انتخابية. وقال المالكي في كلمته الأسبوعية إن الحكومة ستقوم بعد ذلك بعملية الإصلاحات والبناء والأعمار وتعويض الخسائر والأضرار والاستجابة للمطالب المشروعة، موضحا أن المعركة ضد الإرهاب في الأنبار هدفها ليس فقط حماية أبناء المحافظة وإنما حماية كل العراقيين. كنا قد حذرنا ومنذ سنوات بأن هذا الإرهاب لا دين له ولا حدود،
وسوف يأتي على كل عناصر الاستقرار الموجودة في المنطقة وفي دولها، ولكن يبدو لم يسمع منا هذا. اكتشفت الإمارات العربية المتحدة خطورة فتاوى شيوخ الإرهاب والفتنة الذين يمثلهم يوسف قرضاوي، الذي أفتى بتكفير الناس جميعا سنة وشيعة، ودعا إلى هدر دمائهم، واتخذوا منه قرارا صحيحا وسليما. نتمنى أن يعمم هذا القرار على كل شيوخ الفتنة الذين يفتون بتكفير الآخرين وهدر دمائهم، سواء كانوا في العراق أو في المنطقة. وقد اكتشف الجميع خطر التدخل في شؤون الدول الأخرى. معركتنا في الأنبار التي شارفت بهمة الرجال المقاتلين والقيادات الميدانية على نهاياتها إن شاء الله، هي لحماية أمن العراقيين جميعا. ونبقى في العراق، حيث ألقى الإرهابي أبو بكر البغدادي ما أسماه خطبة الوداع، يدعو فيها أتباعه إلى الهرب من الموت الأكيد في العراق بعد أن فر هو إلى خارجه، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش العراقي اصطياده لإرهابي البغدادي والقاعدة. في الوقت الذي كشف فيه إرهابيون معتقلون في بغداد عن إلقاء الإرهابي أبو بكر البغدادي قبل هروبه من العراق خطبة أسماها بخطبة الوداع، دعا فيها عناصر عصابته إلى الهرب خلاصا من موت أكيد. واصل طيران الجيش العراقي اصطياد إرهابي داعش في الفلوجة والرمادي والصحراء الغربية، وأسفرت طلعاته عن القضاء على أكثر من 30 إرهابيا وحرق 13 عجلة. وفيما ضبطت القوات المسلحة العراقية المحاصرة لمدينة الفلوجة ممرا سريا عبر أنابيب الصرف الصحي استخدمه الإرهابيون لتهريب الأسلحة إلى داخل المدينة، تمكن جهاز استخبارات محافظة بابل في اشتباكات مسلحة مع عصابات داعش في مناطق جرف الصخر والبحيرات والمسيب من قتل 3 من أمراء العصابة الإرهابية والقبض على 3 إرهابيين سعوديين أثناء قيامهم بإجبار المواطنين على دفع الأتاوات. إذا لم نتخلص من حكومة العجاز في المملكة العربية السعودية سوف تبقى المشاكل تثار في هذه الدول وفي العراق، في سوريا، في لبنان، في كل الدول التي لا تتناغم والسياسة السعودية التي هي انعكاس للسياسة الأمريكية. وتمكنت قيادة عمليات سامراء من القضاء على 13 إرهابيا في اشتباك مسلح في صحراء الجلام وتدمير 5 عجلات مزودة بمدافع مقاومة الطائرات كانوا يستقلونها. نادية العبيدي، تلفزيون العرب السوري، بغداد. وفي العراق أيضا، أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية مقتل أكثر من 20 عراقيا وإصابة نحو 30 آخرين إثر سلسلة تفجيرات إرهابية استهدفت مراكز حكومية مهمة قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد. وكان أعنف هذه التفجيرات وقع خارج مبنى وزارة الخارجية العراقية، حيث انفجرت سيارتان مفخختان ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين. كما فجر انتحاري نفسه في مطعم شعبي قرب مدخل المنطقة الخضراء في منطقة كرادة مريم، أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين، إضافة إلى انفجار سيارة مفخخة كانت متوقفة في ساحة الخلاني مركز العاصمة التجاري، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين. وفي تركيا، أقالت حكومة أردوغان قائد فوج الدرك العقيد الركن أوزكانت شوكاي الذي أعطى أمر توقيف وتفتيش شاحنات كانت تنقل أسلحة إلى الإرهابيين في سوريا تحت إشراف عناصر جهاز المخابرات القومية التركي. هذا عدا عن إقالة 3 ضباط من قيادة الدرك من منصبهم أيضا. كما أقالت حكومة أردوغان مؤخرا رئيس هيئة الدعاء أضنا ونائب رئيس هيئة الدعاء مكافحة الإرهاب ومدعين عامين على خلفية التبليغ عن 3 شاحنات تحمل السلاح إلى المجموعات الإرهابية في سوريا.